صاروا اثنين. رابطة مشجعي الوحدات في الإمارات والأردن أقامت احتفالية بمناسبة فوز فريقها بلقب الدوري 17 وزودتنا ببعض الردود الفعل الحصرية بعتقد عن طريق اللي قاعد عندنا هون. سعيد بين أهلي وناسي بين رابطة محبي الوحدات، وأكيد اليوم من أسعد الأيام في حياتي نحتفل بين أهلي وناسي بهذا اللقب الغالي. دوري صعب كان علينا بوجود جائحة كورونا، الله يبعد عنا جميع الوباء وعن جميع الأمة العربية، والحمد لله رب العالمين. برضو بنحكي ألف ألف مبروك لهذا الجمهور العريق، جمهور الأخضر. حاب أبارك لجمهورنا، جمهور نادي الوحدات، الجمهور الكبير اللي دائما بصراحة ورانا. الحمد لله إنه قدرنا نفرحكم، إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ودائما تكونوا مبسوطين بوجود لاعبين بوجود منظومة كاملة. بصراحة تعبت بالموسم هذا، موسم طويل، موسم صعب، بس الحمد لله كنا رجال، كنا قدها حتى نوصل للفرحة اللي وصلتوها اليوم. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم على دعمكم، شكرا لك أستاذ مصطفى الآغا على برنامجك الرائع، على التغطية الرائعة اللي مستمرين فيها دائما في الدوري الأردني.